سيدة الوزيرة، نسألكن عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لأجل دعم المقاولة الصغرى والتجار الصغار في مجال الاقتصاد الرقمي، وشكرا. تفضلوا سيدة الوزيرة. شكرا سيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال المهم. الحكومة اليوم عندها عدد من المبادرات المهمة لدعم الشركات الناشئة، مثلا وكالة التنمية الرقمية طورت المنصة ديال ستارت اب هاب ماروك اللي كتضم مختلف المبادرات الدعم والتمويل اللي يمكن يستفدوا منها الشركات الناشئة، وهذا الشيء كيسهل لهم الاستفادة من هذه المبادرات. كما انه كاين واحد التصنيف، واحد لابيل اللي تيسمح للمقاولات الناشئة بانهم يستفدوا من عدد من الامتيازات، بحال واحد بطاقة الدفع دولية اللي مسقفة في 1,000,000 درهم سنويا، واللي تتسمح لهذه المقاولات الناشئة باش يتعاملوا بسلاسة مع الشركاء الدوليين ديالهم. كاين ايضا الدور اللي تيلعبوه لي تكنوبارك من حيث احتضان ومواكبه الشركات الناشئه لي ستارت اب. فهاد 20 سنه اللي فاتت هما واكبوا اكثر من 3000 شركه ناشئه، وتم خلق اكثر من 15,000 فرصه شغل مباشره وغير مباشره. هاد لي تكنوبارك كاينين في 5 ديال المدن المغربيه، ومازالين تزيدوا تمركز في مدن اخرى في اطار تنزيل ورش الجهويه المتقدمه. بغيت ايضا نشير للمشاريع اللي قمنا باطلاقها في هذا المجال بجهه الشرق وبالتحديد مدينه بركان، حيث تم احداث واحد مركز ديال احتضان المقاولات الناشئه والابتكار الاصطناعي اللي تمكن من حاملي المشاريع لانهم يستافدوا من التجهيزات والخدمات التقنيه وفضاءات العمل المشترك، كما كاين ايضا ندوات وملتقيات لتبادل الخبرات وايضا تسهيل الولوج للتمويل. وشكرا. تفضلوا السيد النائب المحترم في اطار التعقيب. صعيب السيده الوزيره الا كان هضرنا في اللغه وانت كتهضري في اللغه. انا سولتك على التجار الصغار. التاجر الصغير بالنسبه لي انا اللي جاي من شيشاوا هو كازابارطا، هو جامع الفنا، هو داك اللي مسوق الخميس ديال شيشاوا وطالع لي من الدونيت. انت كتجاوبيني على الستارت اب. سولتك السيده الوزيره على التجار الصغار، واحد المليون ولا 500,000 مئات الالاف ديال التجار الصغار غادي نخليهم دروك داكشي اللي كملت ليهم المتاجر الكبرى والمتاجر لي غروند سيرفاس. دخلت دابا التجاره الالكترونيه، كنشوفوا شركات كبار دخلت التجاره الالكترونيه، غادي نولوا موقفين داك البقال اللي عاش معنا بالكرنيه سنوات، غنوقفوا هذاك اللي في اللي كيبيع في السوق الاسبوعي وكيبيع في جامع الفنا وكيبيع في كذا براطه، وكتمشي عنده المراه كدير عنده الطلامط بالكريدي والحوايج بالكريدي، وغادي نخلقوا 5,000 ولا 10,000 ستارت اب. باش غنديروا لهاد الناس؟ انا قلت لكم السيده الوزيره رقمنه الاداره ورقمنه المجتمع جايه جايه، ولكن هاد مليون واحد اللي عايشه معنا اليوم في التجاره الصغيره والبسيطه هي اللي خصنا نواكبوها وناثروها باش تمشي مع المجتمع، ماشي نخلقوا 10,000 شركه وشركات كبرى اللي شفناها تحلات وسائل النقل، واللي عنده الفلوس يمشي يشري من 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 اونلاين، واللي ما عندوش يمشي عند البقال ديال الكريدي. راه السؤال ديالي ثانيا هذا الشيء باش نواكبوه؟ الاخوان السيدات والساده النواب كلهم اليوم كيتكلموا، انا راه فايت قلتها في هذه القبه، حنا ما كنطلبوا حد يصدق علينا. الخدمات الاساسيه كاينه في القانون السيده الوزيره، وجوج في المئه الا ما قدرت تجيب لنا قانون نديروا 3%. الشركات اللي عندها دفتر التحملات ديال الخدمات الاساسيه، لا ديال الانترنت، لا ديال الريزو، راه بزز منا. احنا ما كنطلبوش صدقه، ماشي مشينا سنوات في فوارق مجاليه وزيدوا سنوات اخرى في فوارق مجاليه رقميه. سمحوا لنا شخصي تنزل في القريب العاجل، ولا ما كاين لا تعليم لا تجاره رقميه لا حتى حاجه ما غتكون. السلام عليكم.